السلام عليكم ورحمة الله. لا تزال أموال العراقيين تسرق على مدى 21 عاماً، بينما تزداد جيوب الفاسدين وأصدتهم في البنوك والمصارف داخل وخارج العراق. وبينما يبحث العراقي عن معونات في وزارة الشؤون لا تكفيه لسد رمق العيش، تنفق حكومة السودان الملايين لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، وتحديداً أهل عزيزة واشنطن صاحبة الفضل بوجود أي شخص على كرسي الحكم في العراق. والأدهى والأمر أنك ترى أموالك تذهب إلى مؤسسات عالمية لتحسن بها حكومتك واقعها المساوي. ويمتد الموضوع إلى مؤثري التواصل الاجتماعي والمهرجانات الفنية لتحاول الحكومة تغيير حقيقة لا يغطيها غربال وهي واضحة كوضوح الشمس. فمؤشرات الازدهار العالمية لديها معايير حساسة لتقيم بها الدول وشعوبها على مؤشر التنمية والتطور، فيحل العراق بفضل حكومته الرشيدة في المرتبة 140 من أصل 167 دولة، دون ما اعتبار للموازنات المليارية والخطط الموضوعة والبرامج الانتخابية التي تذهب جميعها أدراج الرياح. وحينما تسأل عن سيادة الدولة فلا يسعك إلا أن تشاهد العراق وهو ككرة طاولة البينج بونج يجري ضربها يمنة ويسرى، وقد غدت أرضه ساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية، ولا تقوى الحكومة على صفع أحد إلا مواطنيها، وهي تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من يدنس أرضها أو يعتدي عليها أو على أحد مواطنيها، ويبقى المواطن تائها بين لقمة العيش المضنية والواقع الصحي المنهار الذي لا يقدم الخدمات لأحد، فيلجأ إلى المستشفيات والعيادات الخاصة إن كان يملك المال أو يستسلم لمرضه ووجعه دون حول ولا قوة، ويعيش غريبا على أرضه وقد أضحت بلاده ضيعة للميليشيات والأحزاب المتنفذة مع حراساتها وفصائلها وأسلحتها المسلطة على رقاب العراقيين. فكم من المال ستحتاج الحكومة حتى تثبت أنها قد قدمت إنجازاتها في العراق وحولت واقع المواطن إلى ما هو فوق الترف والخيال؟ وإلى متى ستستمر بأكاذيبها ومسرحياتها الهزيلة وقد انكشفت للقاصي والداني داخل وخارج العراق؟ في حلقة هذا اليوم من طاولة حوار والتي تحمل عنوان بأموال العراقيين تزويق واقع العراق المتردي أمام العالم، سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي وكذلك الأستاذ حارث الأزدي. نشاهد إياكم مشاهدينا التقرير ثم نبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام، فإلى هناك. في ظل النظام السياسي الحالي لا غرابة أن يحتل العراق سنويا مراتب متأخرة على مستوى العالم من حيث النزاهة والتطور والرقي وسيادة الأمن على كافة المستويات، حيث تتفنن الحكومات المتعاقبة في ابتكار طرق جديدة للفساد وإفقار الشعب وإشاعة الفوضى. وفي أحدث تصنيف لمعهد ليجاتوم للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية احتل العراق المرتبة 140 عالميا والخامسة عشر عربيا من حيث الرخاء والازدهار للعام 2023، معتمدا في تصنيفه على معايير الثروة والنمو الاقتصادي ونوعية الحياة والصحة والتعليم والرفاهية الشخصية وتحقيق الأمن والحريات الشخصية. المؤسسات والمراكز الدولية ليست وحدها التي تشخص انهيار العراق من كل الجوانب، حتى اللجان الحكومية والمصادر البرلمانية تتحدث بشكل شبه يومي عن صفقات الفساد والاختلاس المالي وارتفاع نسب الفقر والبطالة تزامنا مع انهيار الخدمات والبنى التحتية. وبينما أصبح من المعتاد أن يرى العراقيون حال بلادهم هذه ويعايشونها منذ عام 2003، إلا أنهم يفاجؤون بكمية تزوير الحقائق وتزييف الوقائع من قبل الأذرع الإعلامية لرؤساء الحكومات، ولا سيما في عهد السوداني الذي يروج كثيرا لإنجازات ومشاريع لا تصدق إلا في عالم الوهم. وأغرب من هذا أن يروج النظام الدولي لهذه الحكومات ويحاول بشتى الوسائل تبرير فشلها دون أن يلتفت إلى انتفاضة العراقيين ضد فساد النظام السياسي على كافة المستويات. وفي الضفة الأخرى من هذا الواقع المر ثمة ثروات كبيرة قادرة على وضع العراق في مصاف الدول المتقدمة،
إلا أنها تذهب لبناء إمبراطورية مالية للفاسدين الطارئين على المشهد منذ 20 عاما. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تحمل عنوان بأموال العراقيين تزويق واقع العراق المتردي أمام العالم. سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث العراقي. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا. كذلك سيكون معنا الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. دكتور قحطان مساء الخير. حياك الله وحياك أخي العزيز. السلام. أهلا بكم. ومعنا أيضا الأستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين. السلام عليكم أستاذ حارث. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا بكم مشاهدينا وضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار. دكتور، يعني في البداية، لو المشهد الذي يشهده العراق منذ 2003 ولغاية اليوم وكل المآسي التي يعيشها المواطن العراقي، اليوم تريد الحكومة أن تزوق هذه الحقيقة، تزيف الحقيقة، تعطي صورة مشرقة عن العراق الذي أضحى القاصي والداني، يعرف ما الذي يعيشه المواطن. حسب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يقول أن هناك 40 مكتب أجنبي في بغداد مرخص من قبل هذه الهيئة. هذا المكتب يدعوه أو تدعوه الهيئة إلى زيارة العراق لحضور بغداد بهدف نقل الصورة التي يصفها بالمشوشة عن العراق، ويريد أن يحسن هذه الصورة ويعطي الصورة الحقيقية عن الإنجازات التي وصلت إليها الحكومة، عن التطور، عن البنية التحتية التي أنجزتها في ظل السنوات والشهور الماضية. كيف تعلقون على مثل هذه المبادرات التي تقوم الحكومة بدفع أموال كثيرة من أجل تحسين صورة واضحة للناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكرك شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام أستاذ حارث ودكتور قحطان. حقيقة أريد أن أبدأ من قضية ربما مهمة وتهم الناس كثيرا، وربما تعطي الصورة شكلها الحقيقي. في يعني عندما بدأنا العمل في الصحافة والإعلام في السبعينات وحتى في الثمانينات وبداية التسعينات، لم تكن هناك الاتصالات هذه السريعة، طرق الاتصالات، وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت غير موجود. كنا الحقيقة عندما نكتب مقالا، نكتب تحقيقا، نكتب أي شيء، ونحتاج إلى معلومة صغيرة ربما نستغرق أسبوعا للبحث عنها. بالفعل. كمثال بسيط، يعني ربما تحتاج إلى معرفة نفوس فرنسا مثلا، تحتاج إلى مراجعة أرشيف وكتب لكي تبحث عن رقم واحد. بعد وجود الانترنت وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، الآن بكبسة زر واحدة على هاتف صغير في جيبك تحصل على معلومات غريبة عجيبة، كمية هائلة من المعلومات. هذه كلها توفرت بفعل تطور الاتصالات. هذا يجعلني أقول لك، عندما كنا يعني في هذا الوقت قبل الانترنت، كنا نعتقد أنه وسائل الإعلام الغربية، أو ليس لدينا صورة كاملة عن وسائل الإعلام الغربية بالشكل التي هي عليه الآن. يعني حتى قبل احتلال العراق والعدوان عليه، كانت الصورة مشوشة لدينا. بعض الإذاعات تصلنا، البي بي سي ما أعرف منه، نسمع منها لكنها لا تعطي صورة كاملة عن الإعلام الغربي كله. عندما توفرت وسائل التواصل الاجتماعي، توفر الانترنت، وكانت اتصالات وأقمار صناعية وتشاهد كل شيء، صورة وضحت، ظهر هذا الإعلام الذي كنا نعتقد أنه محايد وحقيقي وحر ويدافع عن الحقيقة بصورة مهلهلة ومضحك ويعني بائس ورث جدا. الحقيقة يدافع عن مصالحة فقط، يدافع عن الفكرة التي تريدها الحكومة، تريدها الطبقة السياسية الحاكمة في الغرب. هذا واقع الحال، كل الإعلام الغربي لا أستثني أحدا، لأنه ما حصل في العراق من احتلال غايات ومصالح مؤسسات يعمل فيها، ولا وجود للحيادية ولا وجود للحقيقة والعدالة والدفاع عنها. لذلك عندما يعني تذكر لي الآن، يقودنا إلى سؤال، أنه بمقابل دعوة 40 مكتب سيكون هناك يعني صرف مبالغ من أجل تحسين هذا الصورة. ما أردت أن نصل إليه. لذلك أنا أقول ما أشرت إليه، دعوة 40 مكتب إعلامي غربي،
أنا أقول لك 100% ستأتي هذه وستكتب أحسن التحقيقات وأحسن المقالات عن العراق. نعم. سيصورون العراق جنة، لكن واقع الحال غير هذا. نحن يعني فقط الآن الذي يخرج في العالم هو أقل من القليل، لكن يظهر حجم الخراب الذي في العراق. عندما تكتب ليغانت يوم أن العراق في أسوأ الدول بالتقدم والازدهار والتخلف، واحدة من أكثر الدول، عندما تكتب منظمة الشفافية العالمية أن العراق من ضمن الدول العشرين الأكثر فساداً، عندما يذكر أنه مدينة بغداد هذه عاصمة الخلافة العباسية التي كانت عاصمة الدولة الإسلامية أسوأ مدينة في العالم، عندما تكتب منظمة العدل الدولية عن الحقوق الغائبة في العراق وهكذا هيومن رايتس ووتش وكذا، وعن السجون والمعتقلين والقتل وكل وزارات الخارجية في دول العالم بما فيها الدول التي احتلت العراق، أمريكا وبريطانيا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى العراق لأن العراق غير آمن. فكيف إذا واقع الحال؟ لأنه يعني جرائم، خذ اليوم يوم أمس الجرائم في الشوارع، أعداد صحيح. الذين يقتلون في الشوارع وأعداد الهجمات والعصابات، نعم. غريبة عجيبة في بلد يعتقدون إنه هذه صورة أن أجعل العراق وحول العراق إلى مجرد مطاعم ومولات. تقدم العراق، لكن العراق لا يستطيع أن يتقدم بهذا، لا يستطيع أن يدخل سوق العالمي في هذا، لا يستطيع أن يقدم لشعبه شيئا من الحضارة والتقدم، لأنه لا بدراسة يعني مستوى دراسي، تعليم سيء جدا، تعليم في أسوأ الحالات، خدمات صحية في أسوأ حالات، الخدمات العامة في أسوأ الحالات. نحن فقط إذا ما جئنا على ملف الكهرباء منذ 21 سنة لحد الآن، الحكومة تدعي يعني هي تقول أنه أكثر من 100 مليار صرفت عليه، والآن الكهرباء غير متوفرة في العراق، تنقطع 8 ساعات 9 ساعات وبالصيف ربما 16 ساعة تقطع عن مناطق كثيرة. صح. هذا شكل العراق، أما أن تكون عندك مولات وعندك وليس لديك لا صناعة ولا زراعة، أنت بلد زراعي. نعم. وأنت ما عندك زراعة في. نعم. كل سنة أنت تفقد أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية تتصحر. طيب هذه كارثة كبيرة. لازلنا في موضوع، فبالتالي الصورة مشوهة، عندما مشوهة بالأصل وبالواقع، واقع الحال هو هذا، واقع الحال. طيب فأن يأتون بوسائل الإعلام لكي تزور هذه إمكانية موجودة الحقيقة، هم يعرفون هذا، لكن هذا مقابل ثمن ومقابل دفع مقابل أكيد، ولا لماذا يعني تورط نفسها هذه الأجهزة العالمية الإعلامية في نقل صورة غير حقيقية وفعلتها كثيرا. إذا لازلنا نتكلم في نفس المحور ونفس الموضوع. دكتور قحطان، في هذا الإطار أيضا دكتور رافعي تكلم عن مكاتب إعلامية تريد تحسين صورة العراق في الخارج، ولكن علي المؤيد أيضا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يريد التشجيع على تعشيق العمل ما بين الدولة على الجوانب الخدمية على الجوانب العمرانية، ويريد كذلك بالتحديد إعادة الثقة بين المجتمع والحكومة. هل هذا يعد اعتراف من قبل الحكومة على فقدان للمواطن للثقة بكل المؤسسات الحكومية؟ هل تعمل المؤسسات الحكومية على الدعاية لتحسين صورتها أمام المواطن، أم لابد أن تبذل الحكومة الجهود لتحسن واقع المواطن حتى توفر له الحد الأدنى من العيش؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة الأمر، الحكومة العراقية منذ 2003 لحد الآن هي لا تعرف كيف تخرج من الوضع السيء التي هي فيه، ولا تعرف كيف أن تداري أخطائها وسيئاتها وسوء ما تتصرف. عندما يؤتى بهكذا مجاميع من الإعلاميين مقال بالتأكيد أموال معينة كثيرة، هذه وإن جهدت نفسها لكي تعطي صورة إيجابية يعني مزوغة عن العراق، سرعان ما هذا الجبل من القش ينتهي بتنهيدة طفل. نعم. من أطفال المناطق المتضررة والمخيمات اللي ما زالت تئن تحت الخيام بعد 10 سنوات من تحرير المناطق. نعم. هذا أيضا يئن من أنين المرضى في مستشفيات العراق في كل مكان. نعم. من الخدمات السيئة، من البطالة، من العجز، من الفشل في كل شيء. هذه أعمال لا يعرفون كيف يخرجون منها أنفسهم منها، بل هم سيزيدون الطين بلة عليهم، لأن هذه عندما سوف تذهب باتجاه
أعطاء صورة مزخرفة ثم تصدم هذه الصور بالحقائق التي يكشفها العالم ويكشفها الواقع العراقي، ستنهار هذه حتى هذه المؤسسات الإعلامية، سيقل دلتها الإيجابية أو دلتها المصداقية على مستوى دولي. اثنين، إذا ما في الأيام القادمة عملت شيء إيجابيا الحكومة، حتى إذا ما تشوق هذا الموضوع قد تنظر على أنها أيضا كذبة كما هي قامت فيها في هذه الأيام أو في هذه الصورة. طيب. الأولى اللي هي إذا نحن أمام حالة من الدولة العراقية، نعم، لا تعرف كيف تخرج من خطائها، لا تعرف كيف تصحح الحال، لا تريد حقا أن تصحح حالها. لذلك طيب. نعتقد دكتور قحطان، سؤالي هنا، إذا كانت، نعم، الحكومة ومؤسساتها تنفق أموال على الدعاية سواء كانت دعاية داخل العراق أو خارج العراق، لماذا لا تنفق نفس الأموال على تحسين واقع المواطن حتى يطلع ويشكر الحكومة على توفير الحد الأدنى؟ هذا السؤال يعني بالضبط، وهذا اللي نقصنا. هذه المصارف لو صرفت حقا على بعض احتياجات المواطن وعلى تحسين حالة معينة وعلى تقديم حالة إيجابية، العالم والإعلام العالمي هو يتحرك إلى حيث الخبر، بمعنى أن أساس الإعلام هو يتبع الحدث وليس الحدث يتبع الإعلام. نعم. فأنت على الجانب العراقي إن يسعى باتجاه أحداث شيء إيجابي ينظر له بالبنان، ستأتي هي الجهات الإعلامية أوتوماتيكية لكي تغطي. ولكن المشكلة أن ليس هناك إرادة حقيقية من الجهات الرسمية لكي تصحح الحالة. لو كانت هناك إرادة حقيقية لفكروا كيف يخرجون الوضع العراقي نحو الأحسن، لذلك هم يسعون إلى بعض الحالات الشكلية لكي يرضون الجهات المعنية المسؤولة عنها، كان يكون المتحدث الإعلامي حتى يرضي جهة الحكومة على أنه قام بما ينبغي أن يقوم من إعلام. نعم. وبالمحصلة النهائية هو يزيد من مآسي العراق من جانب، نعم، ويزيد من أخطاء العراق ومن سوء تدبير العراق من جانب الإداري للشأن العراقي. نعم. أيضا نرحب بالأستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين. أستاذ حارث، يعني عوضا عن المؤسسات الحكومية الإقليمية والدولية التي فتحت الحكومة معها الخطوط لتحسين صورتها، هناك أيضا عمل على جانب آخر أصبح اليوم خطير على مستوى العالم، وهو منصات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا وغيرها. تم دعوة مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للقدوم إلى العراق، وتم استقبالهم في مناطق آمنة جدا، حتى من ضمنها كانت المنطقة الخضراء، واستخدموا لعمل دعاية لتحسين الوضع في العراق، إعطاء صورة أن العراق فيه مطاعم، فيه مكانات سياحية، فيه مجمعات سكنية راقية، أحد اليوتيوبرية مصري، الآخر جزائري، وكذلك خليجي فلسطيني، يزورون مناطق تم صرف عليها مبالغ كبيرة، وكأن كل العراق أصبح كومباوندات، أصبح مجمعات سكنية راقية، يعطون صورة أن هذا المطعم يعني يقدم أحسن المأكولات، هذه الحديقة، هذا المكان، ولكن هي نسبتها في العراق يمكن لا تتجاوز 5%. فبالتالي وصلوا إلى منطقة أنه يرشون مؤثرين ويوتيوبرية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن تصل صورة العراق المأساوية بصورة محسنة حتى بالنسبة للشعوب. حقيقة بداية أحييك دكتور سنان وأحيي الضيوف الكرام، وأود قبل الإجابة على سؤالك الكريم أقول أن ما من شك أن العراق بلد منكوب ومنهوب طيلة العقدين الماضيين. نعم. ومن المتوقع جدا أن يكون خارج مقياس الازدهار العالمي، هذا أمر مفروغ منه. نعم. لأن الازدهار هو عملية مرحلية، يعني تتبع مراحل حتى تصل إلى مرحلة الازدهار، وكلكم يعرف أن الازدهار يمر بالنشوء ثم الرعاية ثم التنمية التي نقول عنها الدول النامية ثم الدول المتقدمة ثم الدول المزدهرة. العراق يتذيل القائمة على مدى 20 عاما، هذا أمر مفروغ منه، لأن المعالجات التي ظهرت مؤخرا يعني من 2019 وإلى اليوم ظهرت معالجات قشرية لا تمس الجوهر بأي ناحية.
ولو أن عقلا جريئا درس الواقع العراقي لخلص إلى ملخص جميل، وهي مناقشة الشرعية والمشروعية. أما الشرعية فإن هذا النظام هو صناعة الاحتلال الأمريكي وتمددت فيه إيران وتحكمت فيه. أما المشروعية فهي عملية مقتضى هذا يعني معالجات القوانين، وغالبها كان معالجات انتقامية ومعالجات ردعية ومعالجات يعني تسكت الآخر، تطرد الكفاءات. فمن الطبيعي أن نصل إلى هذه الحالة. ولو أردنا مثالا كما ذكرتم، الجامعات العراقية كان يعني الطلبة الدارسون فيها يتباهون بأنهم درسوا في الجامعات العراقية، بل وأسسوا روابط وجمعيات في بلدانهم، يعتزون ويفتخرون بأنهم من خريجي الجامعات العراقية. أما اليوم وصلنا إلى مرحلة من التجهيل والتسطيح، بأن يعني نأخذ من مؤثر أو من مشهور، مشهوري الصدفة طبعا، إما أن يكون بقول مبتذل أو بشيء معين عنده فيصبح مشهورا، يسمونه مؤثر، يستعينون به لإظهار صورة مغايرة للواقع. أين الكفاءات؟ هل صنعت الآن الجامعات العراقية على مدى 20 عاماً؟ ولو قسمناها إلى 4 سنوات فهي 5 دورات من الممكن أن تخرج كفاءات كبيرة تنقذ البلد، لكن النتيجة وصلنا إلى حال يرثى له أن نصل إلى مهرجانات يقال فيها العراق ناعماً منعماً، ويقال فيها أن هذا المؤثر أظهر لنا نوعية الصبغ التي صبغت فيها بها جدران شارع المتنبي. أخرجوا حتى شارع المتنبي من جوهره، من الجوهر الثقافة والعلم والازدهار، إلى مسألة أكل دورما أو أكل يعني مرطبات وما إلى ذلك، وعملية أخذ صور. الآن لشدة فقدهم لازدهار العراق وتعلقهم بتاريخه ذهبوا إلى هناك ليأخذوا صورة ويقولون كنا هناك. أيضا أود أن أسألك أستاذ حارث، وأنت مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، أنتم تراقبون الأجواء الثقافية في العراق، النشاطات الثقافية، بأي إطار تضعون إقامة المهرجانات، إقامة مهرجانات السينما والمسرح في العراق للدول العربية ومعارض دولية؟ تبذل أموال ضخمة من أجل استقبال فنانين وفنانات مصريين ولبنانيين وسوريين وغيرها، ورغم غياب الأعمال العراقية ذات المستوى الراقي التي لا تنافس حتى المؤسسات المحلية أو حتى الدولية الإقليمية، بالتالي صرف مثل هذه المبالغ على فنانين يأتون للعراق بوقت العراق اليوم يعيش 25% من الشعب تحت خط الفقر، كيف ينظر إلى مثل هذه المهرجانات والأعمال الفنية والشعب العراقي يعيش مأساة مستمرة؟ حقيقة أنا أنظر إلى هذا الأمر أنه مثلما هناك مرتزقة في الحروب، هناك مرتزقة في الإعلام، سواء كان على المؤسسات أو على الأفراد. وهذه تمارس بشكل علني وبشكل مفضوح، وإذا كانت هناك صورة يعني متخيلة سابقا عن المؤسسات الإعلامية المرموقة فثبتت خلال 20 عام واطلاعنا عليها أنها ذات أجندات، يعني بمعنى أن الموضوعية منتهية عند هذه المؤسسات، إنما هي تسوق لمن يدفع أكثر أو تسوق للإرادة الدولية أو للمتحكم الدولي، فتظهر هذا الأمر وفق ما يريده المتحكم في هذا البلد. الميزانيات المليارية يا سيدي طبعا مليارية بالدنانير، باستخدام مؤثرين أو فنانين أو مشاهير إلى العراق وإقامة ليوم أو يومين وما إلى ذلك، هذه لا تؤثر في المشهد ولن تعطي انطباعا، بل هي مهرجانات علاقات عامة، القائمون عليها لديهم علاقات مع هؤلاء مع هذه الشخصيات في تلك البلدان فيدعونهم من باب الفضل
وليس من باب ارتقاء الفن أو ارتقاء الشعر أو ارتقاء الذائقة الثقافية عند المواطن العراقي، بدليل أنها أصبحت نخبوية منتقات بعناية بحسب العلاقات وبحسب ما يمليه عليه القائمون أو المتحكمون أو الممولون. السؤال الأهم خلال هذه المهرجانات وخلال هذه استخدام هؤلاء المؤثرين، ما الذي أنتجوه؟ يعني أنا ممكن أن أطلع على ريلز أو أطلع على برنامج لمؤثر ما يظهر لي جانب من جوانب العراق أنه هذا تاريخه، نعم أعتز به، لكن بالحقيقة أنه خلف هذه الجدران هناك مآسي وهناك شعب متأذي ومتألم، هناك يعني تعليم منحدر، هناك بنى تحتية منهارة، هذه التي يجب أن تعالج ويجب أن تظهر. نعم أستاذ حار. إذن مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لتكملة الحوار مع ضيوفنا في طاولة حوار. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تحمل عنوان بأموال العراقيين تزويق واقع العراق المتردي أمام العالم. دكتور رافع، لازلنا في الحديث عن تزويق صورة العراق وتحسينها. كشفت صحيفة بوليتيكو عن تفاصيل اتفاق وقعته السفارة العراقية في واشنطن مدته عام مع شركة سكوير باتون بوجز. يقضي هذا الاتفاق في تقديم استشارات سياسية وتحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، كذلك لتجميل صورة حكومة السودان في ظل التخوف الأمريكي من سيطرة الميليشيات على الحكومة. تكلفة هذا العقد 800,000 دولار لمدة سنة واحدة. دكتور سنان، هذا جزء من ما يعني من مبررات احتلال العراق. يعني ولا هي أمريكا جت احتلت العراق عام 2003 لأجل ديمقراطية ولأجل الحرية وإزالة الدكتاتورية وليجي العيون الشعب العراقي، هذه كذبة كبيرة. هي جاءت لتخريب العراق، لسرقة العراق، لإفساد العراقيين، لجعل العراق ضعيفا لا يستطيع الوقوف على رجله. وهذه جزء من عندها، جزء من عندها عندما يبتزون العراق بهذه الطريقة وتقدم لهم الأموال سواء بالمشاريع سواء بمثل هذه الاتفاقات وغيرها كثير، وبيع أسلحة وغيرها.
هذا كل جزء مما خطط له لأن يكون العراق بهذا الشكل، هذا جزء من عنده. دعني أقول أنه يعني ربما تحدثنا عن الإعلام وقلنا أن يعني وسائل الإعلام الأجنبية يعني لا تنقل الصورة الحقيقية في العراق، هذه لا تقتصر على العراق الحقيقي، المؤسسات الإعلامية في العالم كله، في العالم الغربي أنا أقصد، تتبع إلى مؤسسات سياسية، والمؤسسات السياسية وما فيها وما يتبعها من مؤسسات إعلامية، هذه كلها يعني تحاول أن تعمل ضد مع الظالم ضد المظلوم. لذلك شهدنا في قضية غزة، لاحظ وسائل الإعلام كيف تصرفت، وهذا التصرف نفسه شهدناه مع العراق، يعني عندما كانوا يتحدثون العراق حتى قبل احتلال العراق كانوا يتحدثون بنفس اللغة، كانوا يتحدثون بلغة تريد أن تخلط الأوراق وتظهر العراق بشع، بؤرة إرهاب. نعم، بؤرة إرهاب وبشع، يحاول أن يقتل الناس إرهابي، كل شيء الشعب العراقي كل إرهابي، من يقتل ليس مديني بل إرهابي، فلا ضير يعني. هذا ما فعلوه في غزة، يعني كثير من الـ من الـ من الوسائل الإعلام التي تعتبر نفسها راقية ومتميزة في العالم، وسائل إعلام كبيرة لا أريد أن أذكرها، يعني ضيوفهم كانوا يحرجون ضيوفهم، يجب أن يتماشى مع فكرهم، إن لم يتماشى فيطردونه، وحدثت كثير من هذا، ومؤسسات كثيرة طردت مذيعين ومقدمين برامج صح. لأنهم قالوا الحقيقة فقط، لأن قال جزء من الحقيقة لم يقبلوا حتى هذا. إذن هذه قضية الديمقراطية والحرية في الإعلام الغربي كذبة كبيرة، وهذه يستنسخها الإعلام الموجود في الداخل العراقي، كل تابع إلى ميليشيات ومؤسسات حكومية، وتصرف عليه ملايين الدولارات لكي يجمل صورة لا يمكن تجميلها، لا يمكن الحقيقة. عندما تحدث يعني قبل قليل كنت تسأل الدكتور قحطان عن الحكومة وكيف ثقة الشعب، الشعب يثق بالحكومة عندما تقدم له الحكومة شيء، عندما تكون الحكومة خارجة من رحمة تقدم له شيء، وتقدم له الشيء الذي يتناسب مع طموحاته، تقدم له الأمن والأمان والسيادة والاستقلال والوظيفة. بلد بطالة فيه أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل، صح. بشهادة رئيس اتحاد النقابات العمال العراق يقول 15 مليون عاطل عن العمل عندنا، لدينا مخدرات تملأ العراق بعد أن كان العراق خالي من المخدرات، معبر فقط ممر، في أسوأ حالات الفقر وبطالة وخراب وجهل أمية، العراق الذي كان بلا أمية نهائيا وشهادة اليونسكو، الآن بلد به أكثر من 10 ملايين أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا كل جزء من هذه الصورة القبيحة الرثة التي جاءت خلال هذه 20 سنة العقدين الماضيين. فكيف يمكن رسم صورة وردية للعالم تظهر مثل الدوائر السياسية؟ لذلك أمريكا عندما تدافع عن ما موجود في العراق، هذه السلطة في العراق تقول عنها أنها ديمقراطية وحرة وما أعرف شنو، مثل يعني هادي العامري من يطلع يقول لنا ليش تتكلمون عن الديمقراطية؟ الديمقراطية موجودة في العراق، شو موجودة؟ يقول ما يشتمون بالحكومة، الناس تشتم بالحكومة إذن ديمقراطية، يفهم الديمقراطية أنها واحد يشتمك وما تجاوبه أنه أنت ديمقراطي، الكواتم والمخبر السري، هذه كلها ديمقراطية يعتبرها. لذلك عندما سئل، عندما كان وزير سئل هناك فقر في العراق، قال ماكو فقير في العراق، مع أنه العراق هذا بكل هذه الثروات أكثر بلد فقير، شعبه يقف على أغنى قطعة أرض وهو أفقر الشعوب. هذه جزء من محاولة تسويق الوهم، تسويق مثل ما سوقت أمريكا لهذا النظام، لهذه السلطة التي جاءت بها، لأنه هذا النموذج نموذجها، سوقت لها بأنها ديمقراطية وحرة. وبول بريمر الآن في ذكرى الاحتلال العام يتحدث عن بلد جئنا وحررنا، أي حرية؟ أي كلام فارغ هذا، وأنتوا دمرتوا البلد وسرقتوه ونهبتوه ووصلتوه إلى ما أوصلتوه، لا تعليم ولا صحة ولا خدمات صحية ولا خدمات عامة ولا حتى النفط، الآن النفط لدينا مورد واحد، بلد ريعي يعتمد على النفط، يبيع النفط، تأتي مليارات الدولارات لكي تذهب إلى الفساد، أكثر من 75% تذهب إلى رواتب حتى يشترون سكوت الناس، سكوتهم وعدم ثورتهم، كل شيء بهذه الرواتب يشترى وهو مستوى، هذا طيب. هذا واقع الحال، وبالتالي ليس في العراق لا بناء ولا تقدم ولا ازدهار
ولا قدرة على النهوض أبدا. في هذه النقطة بالتحديد أيضا دكتور قحطان، احتل العراق المرتبة 140 من أصل 167 في مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2023 وفق التصنيف لهذه السنة. التصنيف يقوم على 12 عامل وهي الأمن والأمان، الحرية الشخصية، الحوكمة، رأس المال الاجتماعي، بيئة الاستثمار، حال المؤسسات، البنى التحتية وسهولة الدخول إلى السوق، نوعية الاقتصاد، الأحوال المعيشية، الصحة، التعليم، البيئة الطبيعية. بالتالي كل هذه العوامل كيف يمكن أن تدخل في مؤشر ليجاتوم وترتفع أو ترتقي فيها الحكومة وهي في أدنى مستوياتها؟ هل تملك الحكومة المؤهلات لكي تنهض بها بسنة؟ هل لديها الخطط من أجل أن تنهض بكل هذه الـ 12 عامل بأقل تقدير؟ لا بالتأكيد، لا يمكن أن ليس بيدهم عصا موسى عليه السلام حتى تضرب وتقلب الأمور رأسا على عقب خلال سنوات قليلة. اثنين، إرادة لهذه الأمور غائبة بالمرة. الأموال موجودة نعم، ولكن أعتقد الكفاءات العراقية غير مستثمرة سواء بالدخل بالخارج موجودة، ولكن متى تعطي ثمارها؟ عندما تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لتوظف هذه الإمكانيات وتشغل أموال العراقية الواردة من ثروات العراقية، عندها ممكن يتحسن البنية التحتية، يتحسن الاقتصاد، يتحسن المستوى التعليمي، مستوى الصحي، مستوى الخدمات. ولكن الدلالات الحقيقية خلال السنين الماضية أكدت أن هناك حرص متناهي من قبل الجهات الرسمية على أن لا يكون لا عمل ولا بنية تحتية ولا بيئة ملائمة للعمل ولا بيئة جاذبة إلى العمل، بل بيئة طاردة للعمل. أنا شخصياً أحد المرات أحد الإخوان طلب مني في ترتيبة معينة داخل العراق معامل أو شبه ذلك وإمكانيات كبيرة لهذا الشيء، قلت له حقيقة الأمر لا تأتي، لأن الوضع الأمني في داخل العراق لا يمكن أن يوفر لك بيئة ملائمة لكي تعمل بعيد عن الميليشيات وعن ضمن الميليشيات. إذن نحن عندما نقل أن إرادة غائبة من قبل الجانب الرسمي الحكومي، لا يمكن أن نعتقد أن ثمة إجراء معين لكي ينمو العراق حتى يدخل المصافي الدول المتقدمة في هذا الاستطلاع أو غيره، لأن الإرادة العراقية الرسمية غائبة، بل هناك إرادات خارجية عن طريق هذه الحكومات تذهب باتجاه المزيد من التردي، المزيد من التراجع، المزيد من الخلل. عليه لا أعتقد أن الحكومة قادرة على أن تقوم بهذا الموضوع، لا هذه الحكومة ولا الحكومة القادمة إذا جاءت ضمن الآلية التي تعمل بها منذ الاحتلال لحد اليوم. نعم أستاذ حارث، وفي ذات الإطار لا زالت الحكومة تريد أن تحسن من صورتها أمام العالم وتقول أننا دولة ولها سيادة وأضحت في مصاف دول متقدمة، ربما دول نامية لنقول، لديها ميزانيات مليارية، ولكن كيف لهذه الصورة أن تصل بصورة نقية بصورة متطورة والوضع الأمني في العراق متردي؟ العراق لا يزال ساحة للصراع بين أمريكا وإيران، يعني إيران تقصف إسرائيل ولكن في أربيل، أمريكا تعاقب إيران بباقر الساعدي، إيران تعاقب أمريكا في عين الأسد. ما تعريف السيادة في العراق بظل حكومة الإطار التنسيقي التي أضحت مثل الشخص الذي جلس والكل تضرب فيه سواء بالبوكس أو يعني بالقدم بأي وسيلة من الوسائل يضرب العراق، وتقول الحكومة نحن لنا سيادة؟ ما تعريف السيادة لدى هذا الحكومة؟ السيادة وفق النظر إلى الواقع العراقي هي أشبه بالمتحمل لدفع التكاليف. يعني إذا الصراع بين أمريكا وإيران صراع متوافق عليه ومتواصى به، إلا من بعض الخروقات التي تحدث خطأ أو لاستثمار موقف معين لتحسين المفاوضات بينهما. نعم، العراق يدفع ذلك الثمن سواء من دماء أبنائه أو سواء من تكاليف هذا الصراع. تتعمد الحكومة ذات السيادة بأن تقول أن الوضع الأمني تحسن، وهذا افتراء محض. فمنذ دخلت أمريكا من 2003 إلى اليوم الوضع الأمني بين سيء وأسوأ، ليس هناك تحسن. يعني هناك فترة سكون
وهدوء يعتبرونها تحسنا، لكن هو في الحقيقة ليس تحسنا. ولو راجعنا الشريط سريعا، أول ما دخلت عمليات التصفية، تصفية الكفاءات العراقية، وقتلوا أكثر من 300 عالم في أول سنة من الاحتلال، كانت هذه ميليشيات خارجة عن القانون. ثم بعد ذلك دخلت هذه الميليشيات وصارت في جسم المنظومة الأمنية، وبدأت تعتقل بالناس وتضيق عليهم، وصنعوا جدران الفصل الطائفي وما إلى ذلك. وهذه السنوات، سنوات الشحن الطائفي، كلنا مررنا بها، بحيث جعلوا العراق ممزقا بين منطقة وأخرى. حتى إذا تمكنوا من مفاصل الدولة صار الصراع بينهم الآن، الصراع الآن بين المنظومة المستلمة لهذه المنظومة الحكومية. هناك أطراف وأحزاب متسلحة فتتصارع فيما بينها. لكن أنا أقول بخصوص الوضع الأمني وبخصوص السيادة، إيران تتحكم بالمشهد العراقي سياسيا وأمنيا، والعراق هو دافع التكاليف. إيران تتحرك بمساحات حتى خارج يعني محيطها الجغرافي بأيادي أبناء هذه المناطق، أبناء هذه الميليشيات، ولا تدفع دولارا واحدا. العراق هو من يتكفل بدفع تكاليف هذا التحرك لتستثمر إيران هذه الأذرق. دكتور رافع، أيضا في هذا الإطار، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الميجر جنرال باث ريدر يؤكد أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بناء على طلب من الحكومة، ويقول ليس هناك أو ليس على علم بأي طلب رسمي محدد لمغادرة القوات الأمريكية من العراق. ما موقف السوداني يخرج علينا بجدولة الانسحاب، ثم تقول القوات الأمريكية ليس هناك طلب، ثم تدعي الميليشيات أنه لابد من إخراج القوات الأمريكية. ما الصورة اللي يريدون التي أن تعطى للعراق؟ صورة الأمان وليس هناك طلب رسمي لإخراج القوات الأمريكية حتى. دكتور سنان، جزء من هذه من تسويق الوهم، هذا جزء من عنده، عندما تنظر إلى النص الأجنبي، النص باللغة الإنجليزية، لتصريحات المسؤولين الأمريكان وترجمتها بالعربية بوسائل الإعلام العراقية، ستجد اختلافا واسعا. ستجد في النسخة العراقية يقولون أن السوداني قد أبلغه بضرورة انسحاب القوات الأمريكية. عندما تقرأ النص في اللغة الإنجليزية لا تجد هذا الكلام نهائيا، غير موجود. يعني هناك تلاعب حتى في الترجمة. هذا جزء من تسويق الوهم، هذا جزء من هذه اللعبة. لذلك وصلت المواطن العراقي الآن عندما تقول، وأنا قلت أكثر من مرة، عندما تقول له درجة الحرارة الآن يعني درجة الحرارة 5 تحت الصفر، يقول لك لا 40 تحت الصفر. عندما تقول له في الصيف درجة الحرارة 40، يقول لك لا 60 70. ذولا كذابين. حتى درجة الحرارة، حتى هذه النشرة الجوية لا يصدقها عندما تقولها الحكومة. فالحكومة والحكومات، هذه السلطات تعودت الكذب، تعودت الادعاء من أجل تحسين صورتها وليس صورة العراق. صورة الحديث هي. الحديث أنه تسويق العراق، لا لا لا، ولا يسوقون العراق، هم يسوقون هذه السلطة، يريدون تسويق هذه السلطة، لا يسوقون العراق، لا يهمهم العراق، ولا العراق خراب من شماله إلى جنوبه. أنت خذ هذه الفوضى السياسية الآن، هم في صراع مع الأكراد، وصراع مع السنة، وصراع الشيعة، وصراع ما أعرف منه، وذولا يسوون إقليم وذولا ما يسوون إقليم، وهذولا يدفعون النفط لما يدفعون، وهذه الرواتب وغير الرواتب، ويفتتحون مصفى بيجي ويسرقون المصفى ويرجعون يقولون فتحناه، وراح ينتج كذا، وربما لا ينتج كل شيء، كذبة بكذبة. فهذه جزء من هذه اللعبة الكبيرة، وميليشيات تتصرف كيفما تشاء، وتقصف وتقول نحن جزء من الحكومة، والحكومة تدعي أنها ضد هذه الميليشيات. لعبة كبيرة، ويعني خلاصتها أن لا دولة في العراق. فأنت هذه اللا دولة في العراق، هذه اللي مجموعة عصابات، مجموعة لا أعرف ماذا تسميها، يريدون أن يدعون الوسائل الإعلام الأجنبية لتكتب عنهم صورة وردية،
وأنا أقول لك وأنا واثق أنه هذه وسائل الإعلام ستكتب عنهم صورة وردية. نعم. لأنه هذه وسائل الإعلام تعودت مثلما المؤسسات السياسية في بلدانها أن تزور الواقع، أن تكذب على الناس. كما احتلوا العراق بكذبة. كذبت على الناس في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، وفي غزة وفي فلسطين. صحيح. وهذه هذه السنوات الطويلة. فلا بأس أن تكذب وتستمر في كذبها، لأنه حياتها في هذه القضية، ولا وجود لحرية ولا وجود لرأي صحيح وحيادية. نعم. ورؤية صحيحة وحق وعدالة، هذه كذبة كبيرة. وخذ مفهوم الإرهاب، كيف يتصرفون معه، الإرهابي شنو، هناك أكثر من 120 تعريف للإرهاب، ولا تعريف واحد ممكن. نعم. أن يتفقوا عليه، لأنه كل التعريفات بما يفيدهم، بما ينسجم مع الحالة التي يريدونها، وهكذا بالنسبة للسياسة، هكذا ينظرون إلى الأمور. نعم. دكتور قحطان، وفق الصورة الحالية، كيف يمكن أن تنهض الحكومة بالاقتصاد المنهار وهي لم تستطع فرض سيطرتها على الأمن في العراق في ظل الميليشيات الموالية لإيران المسيطرة على المنافذ، التي أصبحت تتاجر بالمخدرات، التي أصبحت تستحصل على أتاوات من قبل التجار، تسيطر حتى على المولات والمراكز التجارية؟ كيف يمكن لهذه الحكومة أن تعطي صورة أنها في اقتصاد واستثمارات، تجذب الاستثمارات الأجنبية، والميليشيات مسيطرة على كل المفاصل سواء الأمنية أو حتى الاقتصادية والمالية في العراق؟ في ظل هكذا بيئة لا يمكن للحكومة العراقية، لا الحكومة العراقية وهذه ولا غيرها، أن تقدم شيء أو يمكن أن يتقدم الاقتصاد في ظلها درجة واحدة. وذلك أن الاقتصاد معروف أنه هو جبان بين قوسين، طبعا إذا لم توفر البيئة الآمنة لرأس المال لا يمكن أن يعمل، وبالتالي رأس المال للاستثمار الخارجي، الأعمال، الإنتاج، في ظل حالة انعدام الأمن وتسلط الميليشيات لا يمكن أن يقدم هذا شيء إيجابي. دع ذلك أن هذه الحكومة أساساً هي منشأة بالداخل رحم الجهات المعنية في هذه الفصائل المسلحة. الإطار نفسه هو عبارة عن والقوة السياسية للقدرة العسكرية لهذه الميليشيات، وبالتالي يمكن أن تقوم الحكومة بشيء معين يتقاطع مع رغبة الميليشيات. فإذا رأيت الحكومة أن تقدم شيء، عليها أن تنهي الميليشيات، تنهي السلاح المنفلت، تؤمن حالة بيئة أمنية آمنة، تستثمر القدرات العراقية الحقيقية، توظف الرسامين العراقية باتجاه السليم، الاستعانة بالخبرات والشركات الرصينة العالمية لكي تقدم الشيء الصحيح. هذا بالتأكيد هي خيال إذا ما حسبنا أن يمكن أن تقدم أو تأخذ به هذه الحكومة القائمة الحالية، لأنها أساساً وضعت من أجل تدمير العراق، لأنها مذهبية طائفية مرتبطة بقوى خارجية وخاضعة للميليشيات وليست ذات سيادة مستقلة كما ينبغي. نعم. أستاذ حارث، أخيرا وسريعا، وزارة التخطيط العراقية تعلن قبل سنة في 2023 عن وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 25%، ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر، ولكن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يقول أن الفقر في العراق غير مقبول لأنه العراق دولة غنية. ما الصورة التي يريدون أن يعطونها للعراق، الصورة المشرقة وربع الشعب العراقي بوجود هذه الحكومة والدولة أصبح تحت خط الفقر؟ نعم، يريدون التعمية على أن هناك في العراق فقراء وهناك معوزين وهناك متضررين للإبقاء على هذه السلطة. والاقتصاد العراقي كما تعلم قائم على ريع النفط، وريع النفط متحكم به من قبل الولايات المتحدة، وإذا أفرجت عن هذه المبالغ ستصل إلى مافياس الفساد. وعلى مدى 20 عاما لم يجد العراقي شيئا من هذه واردات النفط هذه، لا بتبليط شارع ولا ببناء مدرسة ولا ببناء جامعة ولا برعاية صحية ولا بحتى تقاعد ولا بحتى رعاية اجتماعية. هذا الأمر هو يريد أن يقول لا وجود للفقر لكي يبقى على دست السلطة. نشكركم الشكر الجزيل ضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الساعة من طاولة حوار، والتي حملت عنوان بأموال العراقيين تزويق واقع العراق المتردي أمام العالم. نشكر ضيوفنا الذين شاركونا، دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث في الشأن السياسي، كذلك نشكر الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من جامعة بغداد،
ونشكر أيضا الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.